سيد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير سيد. انت طيب يا شيخ. السؤال حضرتك اتفضل. الدكتور احمد، انا كنت كان مرة فات كان بيتكلم على الكلى. وانا عندي الكلينتين بيترفع بيرفع وينزل بيطلع. السبب ايه يا حاج؟ ها؟ السبب ايه؟ كان بيقول الدكاترة بيقولوا في كسور في الكلى. السبب ايه؟ ها؟ السبب ايه؟ كان في حصاوي كده وبتاع ونزلناها والكرياتين بقى بيطلع وينزل عندي، بقى بيطلع 3.5 والنهاردة على 4.200 4.2 يعني. هي الوقت انت عند حضرتك حصوات عاملة لك ارتجاع مثلا؟ ارتجاع ايه؟ انت عند حضرتك سكر او ضغط؟ مفيش حاجة. الإشعة اللي هي في عند حضرتك سكر او ضغط؟ لا ضغط. مفيش سكر او ضغط؟ ضغط. طيب حاضر، انا هقول لك تعمل ايه. حاضر. في ضغط. شكرا لاتصالك اخ سيد، وان شاء الله هنجاوبك، شفاك الله وعافاك. الاستاذ سيد، موضوع كسور في كرياتين وارتفاع كرياتين ونزوله. استاذ ياسر اعتقد، ولا سيد هو كان عنده حصوات، الحصوات دي بتتسبب في علو الكرياتين عنده. طالما احنا حطينا ايدينا على المشكله اللي هي حصوه الكلى، هنصحه باستخدام التالي: 100 جرام من الخله، بذور الخله البلدي. بذور الخله البلدي. وانا هنا بقول بذور الخله البلدي تاني. البذور مش هي طبعا هي ثمار ولكن صغيره، بتقال عليها بذور. هي مش بذور، هي ثمار ولكن صغيره، فالناس بتقول عليها بذور. زي اليانسون، اليانسون دي مش بذره، دي ثمره على فكره. الخله اللي هي ساعات بنعملها للاسنان. لا، البذور بتاعت الخله، البذور نفسها، بذور الخله البلدي. نعم. وهنا مش البري، لان في نوعين عندنا من الخله: 100 جرام من بذور الخله البلدي مع 100 جرام من. ودي متوفره متوفره جدا وبسيطه جدا هذه التركيبه، وفعاله بطريقه. 100 جرام بذور الخله البلدي، من بذور الخله البلدي مع 100 جرام من بذور البقدونس مع 100 جرام من بذور الشبت مع 100 جرام من بذور اليانسون. وياخد معلقه كبيره على كوب ماء، حط عليها ميه مغليه زي الشاي كشف، نغطيها لمده ربع ساعه عشان زيت الطياره. عشان في ثلاثه بيفهم زيت الطياره، الخله ما فيش فيها زيت طياره، هو الخلين ما بيطيرش. ولكن في ثلاثه لازم نحترمهم، اللي احنا نغطي الكوبايه عشان خاطر ما يطيرش زيت الطياره في الهواء. وهنا بنستخدم البذور وليس النبات نفسه. يعني انا ما قلتش هنغلي البقدونس، خلي بالك يا استاذ احمد تاني، وبرجع اقول يا جماعه، عدم المتخصصين في النباتات الطبيه بيقولوا اي حاجه في اي اتجاه. استخدام نبات البقدونس نفسه لن يجدي نفعا في علاج الحصوه، واكيد الناس سمعت كتير جدا البقدونس بينزل حصوه الكلى لسبب صغير خالص، ان نسبه الماده الفعاله اللي موجوده في نبات البقدونس اللي هي الزيت الطيار قليله جدا، على عكس البذور. البذور الزيت الطيار نسبه الماده الفعاله بتتراوح من 1 إلى 3%، ودي نسبه مرضيه جدا للعلاج. نقطه مهمه جدا، هيستخدم ايضا الصمغ العربي مع هذه التركيبه.